أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل فضيلة الشيخ يقول: هل ورد بأن العلامة التي تكون في جبهة الإنسان من أثر السجود تكون علامة من الأقياء والصالحين؟ مدار على القلوب، المدار على القلوب والإخلاص لله عز وجل، ولا يقصد الإنسان أن يكون في جبهته أثر، أو لا يقصد هذا، لكن إذا حصل هذا شيء من هذا، هذا علامة خير. قال الله جل وعلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فإذا لم يقصد الإنسان هذا وإنما ظهر عليه بدون قصد منه، فلا، فهذه علامة خير، وسيما خير، ولله الحمد. نعم.